ندمتوا اللي شاركتوا في برنامج كيك جيك برشا نقد حتى في الفيديوهات الماكله بعد اللي تعبطهم الناس تنقد فيك على المشاركه في البرنامج. لا من كثر فيديوهات الماكله استنست بالنقد ما عادش قلقني ما عادش نقرا النقد زلز ما عادش قلقني الجمله زي. انا الحقيقه حلقتكم معلش فسخوها البرنامج بطل 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 الجمله ما عنديش فكره اما حلقتكم تفسخت فسخت وفسخوا برشا حلقات اخرين برشا حلقات اخرين اي اي يعني من الحلقات المثيره اللي اثارت غش الناس يمكن على هيك خوف خوف مثلا اذا كان خرجوا في السوشيال ميديا وتكلموا انا عندي شويه كواليس فما دو انفيتي اخرين مشاو اللي خرجوا في بعد الحلقه وفي ستوريات قالوا رانا ندمنا ورانا تقلقنا ولا رانا ما في بناش سو بوين وكل تقصت حلقاتهم وتنحات كومبليتمون فما ضيف تونسي مصري كيف كيف نفس صارت نفس الحكايه حسين مش قولك في البرامج هكا اكيد راهو عرضك يعرضوني بيصيروا نشوف فيهم يستدعوني وما نمشيش استدعوك الماتشي ماتشي انا نخدم في نفس الماكينه اللي تخدم في ماتشي ماتشي معنى انا موجود ها نوفل يعرف انا موجود بلي لحظة الماكينات الاعلاميه لحظة الكل استنى اللي نادر سؤالك اش تقصد به خاطر اون كوبل معرف في بلبيك اون كوبل لا لا انا مش نحكي على ماتشي ماتشي هو صاحبك اون كوبل ومشى ايه هو قال غلطه خاطر الحلقه الاولى انا ما نمشيش يا نادر بار برانسيب للالعاب ليزيميسيون تاع الالعاب الكل ما نمشيش نلعب نمشي لميسيون كيما هكا باش نحكي على خدمه باش نحكي باش نعطي رايي في موضوع يهمني ونعرف نحكي فيه ما عدا ذلك لا تهمني المسألة أنا آخر همي هو الشهر آخر همي هو البوز ونستغرب من هما مشاو على خاطر الشهرة والبوز بيان سور لا شنو ماشي علاش نو ماشي مالاش نو ماشي علاش نو ماشي نو في نعمل فيديو نعمل مليون فيو انا اخي 5 مليون تعمل مليون فيو مليون واثنين من عند هذاك اخي الفيديو يفرجوا فيها قد فيديو مال علاش ماشي يا نادر انت اصلا ايه فما ماخذت خاطر ماخذت خاطر نخدم انا في الاذاعه انا ماخذت خاطر لا ما نمشيش ماخذت خاطر انا مش من بعد نخدم في الاذاعه نجم انا نكلم ونستدعى للراديو مره جايه مريم نقول لك حاجتي بيك في لا لا تنجم شو ما تنجم نمشيش فما حاجه اسمها ماخذت خاطر تو سامبلومون معناتها احنا نعرفوا البرنامج هذا المنتج مريم والله اللي يسمعك تجد عليه علاش كيف 600 واحد صداع قدامي ما مشيتش ما نمشيش على خاطر والله نعرف. دونك تحكي على مخ خاطر انا ما نمشيش بلي باش نسال حسين بوزيدي على البرامج هذا لا لا ما خدت خاطر ها باش نقول لك فما عباد انت تستدعاني وانا مانيش كرونيكوز معاك ما طيح لي قدري بلاش بها ما فماش ما خدت خاطر يا نوفل اي لا لا والجماعه الكل تحكي بستر الحكايه بعد ساعه لحظه ايوه بعد الناس الكل تحكي مانيش لحظه مريم مريم كل ما نتكلم انت تجي تدخل مريم قصيده لا لا كمل مريم با ريسبي ديجا بور لا فام vous devez me laisser finir جيب لي جمعيات نسويه وجيب لي جمعيات نسويه مريم مريم نخرج من الموضوع به في اليمين انت لحظه كمل مريم بعد احكي لي على الشطر الثاني دونك فما ماخذ خاطر فما لازمك تعرف شكون تمشي زاده مش تمشي انت اي واحد طالع اعلامي جديد ما عنده حتى اكسبيريونس باش نمشي انا نعطي وجهي زاده اللي انا عندي معناتها 15 سنه ورايا شهره انسي سويت وكيما قال حسام انا لا حاجتي لا بشهره لا بحد شيء تو هو يعمل في دي مليون دو فيو هو جو بونس اللي خذا بخاطر الانتاج اللي كلمه اللي هو خدم معاهم بوتيتر في اي فام قبل خذا بخاطر فاضل بن عمار اللي هو عنده كمان فاضل بن عمار كون فيو با عنده اون كارير دو برودكتور كبيره برشا ورايا انسي سويت معناتها انا كي انا مانيش كرونيكوز معاك اليوم كي نوفل قلتني استدعاني وانت سبق استدعيتني ما نجمش رحمه انا بلجي نقول لها علي قناتك شفت قناتك على خاطر فما عشره فما ما خدمتش والله والله في هذا هو هذايا هو ونخدم هذايا هو وهذايا هو اللي العباد ما عادش فاهمينه احنا اليوم سنوزاغيف مازلت كمان احنا اليوم سنوزاغيف نستدعاو فنانين عندهم مسرحيات وعندهم افلام جدد تلحلح بريسك بيه باش يجي الوغ كو هو الفنان هذا والممثل هذايا طلعوا نوفل ورتاني باغ اكزومبل تفهم فيا معناتها فما حاجه اسمها ماخذت خاطر ما يجيش ممثل ديما نكلمه انا ثلاثه اربع مرات وديما يقول لي عندي منام وما يجيش انت لازمك تتذكر شكون طلعك زع هذا اسمها ماخذت خاطر وانتهيت وشكرا هي ما ثم حد طلع حد راهو ثم حد طلع حد ثم واحد عاون انسان باش يزيد يبرز اكثر خاطر هو ماهوش هو في هكا مستنقع وجا نوفل ولا سامي ولا غيره هز وكاين اذا ما عندوش موهبه ما ينجم حتى حد يعمل وهذا باش نتفقوا عليه من البدايه انا مثلا في على ذكر فاضل بن عمار كنت معاهم انا في السيري الاخرانيه وعملت ديريكسيون داكتور ليكيب كل وناخذ بالخاطر في اي حكايه اخرى اما لو كان يعيطوا لي في ميسيون من النوع هذا نقول لا ويعرفوا ضمنيا نقول لا
مش هكاك ما خدت الخاطر جوست خاطر هو صاحبي نوفل يقول لي غدوه ثم لعبه نتاع عدل الشمال نعمل لعبه نختاروا تراه محمد بوزيدي قبل ما نمشيو لموضوع اخر هو نوفل المواضيع كبرت علي يلا محمد احنا حكينا على الشطر الفوقاني اللي الناس تتفرج فيه توا اي لكن الشطر الخفي اللي هو قبل التصوير واللي هو لوندروان نتاع التصوير واللي هو الكونسيبت نتاع الحلقه اللي باش نصوروها واللي هو البروديكتور اللي يصور في الحكايه هذيك الناس كلهم كونتاكت مع بعضها ومحضره وفاهمه واللي تحكي كله معروف ومعلوم خلينا نقولوها معناتها كلها فبركه وكلها تضرب في بعضها سامحني عاش ولدي عاش ولدي شو ديك نزوز احنا اسمعني اسمعني خلينا نحكيو خلينا نحكيو اسمعني احنا نحكيو على صناعه نتاع محتوى وبين لي زوبجيكتيف نتاعو شنو باهي دونك لا تقول لي لا ما نعرفش ولا ما في باليش انت مشيت صورت وتقابلت مع لي كاميرامان وتقابلت مع المعد وتقابلت مع اللي لاهين غاديكا وتعرف روحك تلحيت هذاك وين موجود تيماك انت وياه تقابلتوا كروازيت كل واحد يدخل واحد ليه ما فماش عطيني دروا يقول لك والله تقول ولا يا اخي واحد يحلف لك تكذب فينا معناها والله